السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كمان هنجيب لكم فيديو جديد بيستخدموه الناس الحيطان، يعني للذكرات الحيطان بيسموها ذكرات الزلط. فطبعا هنشوف كيف هيكون الرسمة على الحيطة، يعني تعتبر الحيطة كلها بتاخد مقاسات، هذه الحجارة بتاخد عشوائية، عملية الزلط هذه بتاخد عشوائية، يعني الدوائر بتكون عشوائي، يعني بتاخد من هنا دايرة هيك، وبعدين بتبتدي ترسم ايش دوائر متلاصقة ببعض هيك بأشكال مختلفة، يعني بس ايش اهم حاجة تضمهم مع بعض، يعني بتضم هذه مع هذه، بتضم هذه مع هذه، وطبعا مش لازم مقاسات معينة، تمشي جميع المقاسات. دلوقتي نشوف ايش هنسوي.
طبعا بعد ما بتخلص الرسومات العشوائية، الدوائر العشوائية على الحيطة، طبعا مهما كان مقاس الحيطة طبعا انت بتكبر الحجار، الزلط واللي بتاع ده كله، وبتعمل مقاساتك، بس بتظبط الزلط كله يتماسك في بعضه. بعد ذلك بتجيب لون وبتمسك زلطة زلطة، طبعا بعد اللفة دي كلها بتتقل عليها. بعدين بتجيب من هنا مثلا وبتقش وبتغمق المكان هذا جامد، طبعا باللون اللي انتوا بدكم اياه. ممكن في ناس بتلونه بلون الزلط، طبعا بتقعد تغمق تغمق جامد تغمق جامد المناطق اللي انت عايز تغمقها، مثلا زي هيك بدك تغمق نص مثلا الزلطة، هيك نص الزلطة. طبعا بالنسبة للدهينة بيبقى عارفين ايش. وبعدين مثلا بتيجي مثلا من اللون، من اللون هذا مثلا تبتدي تفرده على بقية الزلطة، بس هيك هيك، فبتبقى ماخدة ايش لون، نظام لون غامق بيكون هذا هيك، بتفتح معك. نفس الاشي بتجرب في كله، في كله بتغمق مكان، بتغمق مثلا نص الحجار او بتعمل تشكيلات فيها، وبعدين بتفتح من هان بنفس اللون، بس عملية تفتيح نفس اللون، عملية تفتيح اهي. مثلا هم بنغمق مثلا المكان هذا، بنغمقه جامد هيك باللون الزلط مثلا انت بدك تدهن بها الحيطة، مثلا بتقعد تدهن هيك. هذا مثلا اللون اللي انت ايش اخترته تدهن، وبعدين بتاخد من اللون، بتاخد من اللون وبتبتدي تفرد ايش بقية الزلطة، اساس بتاخد ايش نظام خفيف، نظام تبقى هيك تقيلة من المكان هذا زي ايش، وزي ايش نور هيك. طبعا ان شاء الله تكون وصلت الفكرة. طبعا بتخلص الرسم على هيك اهي، تبقى تغميق على تفتيح، بتاخد من اللون على تفتيح، بتطلع منظرها حلو جدا على الحيطة. طبعا انا عشان مفيش المنظر عندي فرسمت لكم على ورقة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.